باهية بعيود، قريت في المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بأسفي، وكملت الإعدادي والثانوي بمدينة تارودانت، وشهادة الإجازة كملتها هنا إن شاء الله في الباك في الرباط. فمني كنت كنقرا في تارودانت كانت عندنا زيارة ملكية لصاحب الجلالة محمد السادس نصره الله، أعطانا هبة ملكية، دوزنا البحث ولكن ما استفدناش. قال لك تختلصت لكم الجريم ديالكم من 2006، وحنا كنقلبوا كندورو كنقلبوا كنسولوا، حتى واحد ما بغى يعطينا شي معلومة كتهمنا في هذه المسألة. عينا ما نجريو. قال لك اودي مني كنمشيو عندهم مؤخرا تيقول لك اودي نتوما ديال 2006 ما لقيناش لكم الحل لان الجريم ديالكم تختلصوا. انا بغيت نعرف يعني تختلسوا، يعني الا كانوا تختلسوا تشدوا هذوك الناس بينا حنا الجريم ديالنا، بغينا الهبه الملكيه اللي عطانا سيدنا ضروري بغيناها لان محتاجين ليها وعندنا ما نديروا بها. وصراحه انا بالاخص لانني يتيمه، الوالد توفى في 2012، الوالده ما كنعرفهاش، ما كنعرفهاش منذ الصغر، من عندي 3 سنين ما كنعرفش الوالده، دابا عليه ما كنعرفهاش فين كاينه فين هذا، عايشه بوحدي في الرباط كاريه، غير المحسنين اللي كيعاونوني نخلص الكرة، محتاجه يعني باغا استقرار. المستوى الدراسي ديالي هي الاجازه القانون الخاص، كندفع لي كونكور مازال ما جابش الله، دوزت شي تقريبا شي 6 المرات ولا 7 وانا كندوز لي كونكور مازال ما جابش الله. الحياه اليوميه ديالي كنعيشها غير مع الناس المحسنين، كيعاونوني بحال كيلا شي واحد يجيب لك خضره، شي واحد يجيب لك قفه، شي واحد يعني ما كاينش شي مدخل مادي اللي غتعول عليه. كنوجه رسالتي بالدور الاول لوزاره الداخليه على الهبه الملكيه اللي تعطاتنا وما خديناش، يعني بغيت يعني شوفوا لنا في هاد المساله، يعني محتاجين الكريم ديالنا، محتاجين يعني كون كانت عندي الكريمه غادي يكون عندي مدخول، غادي نتم الدراسه ديالي، غادي نكمل الماستر والدكتوره لانني انا باغا اصلا نكمل الدراسه ديالي. تيقول لك تختلصوا الكريم ديالكم، عينا ما نمشيو لوزاره الداخليه، كنمشيو مجموعين كنمشيو فردا، كيقول ما بقاوش اصلا كيبغوا يدخلونا حتى ديك باش يعطوك وقت ويقلبوا لك الدوسي ديالك، وداكشي كيقول لك لا حنا غير كتوقف عندهم تيقول لك انت ما المساله ديالك ما لقيناش لك الحل، ملي غنلقاو لك الحل غنعيطوا لك. ومن 2006 هو هذا الحل ما بغاش يتلقى، يعني كان ناشد جلالة الملك نصره الله يعني يشوف لنا في هذا الحال، لان الهبه الملكيه اللي عطانا ما توصلناش بها. وكنتمنى من المحسنين يعاونوني، يعني باغا استقرار، يعني في اي وقت يعني الا ما عاونونيش المحسنين يعني يقدروا يجروا عليا هاد الناس ديال هاد الدار، لانني غير كاريه. وكنت قبل عايشه في الحي الجامعي، ومني ساليت يعني جيت كريت في هاد الدار، يعني كل مره كنبقى نقول هاد اليوم غيجروا عليا، غدا غيجروا عليا، هاد الشهر غيجروا عليا، هاد الشهر غيجري عليا، يعني كنتمنى المحسنين يعاونوني. ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. ايام 24 عيونكم التي لا تنام.